أيها الأحبة، عندنا رواية تبين علم الأئمة سلام الله عليهم، ورواية هذه رواية مهمة جدا أريد أن أقف عندها. الرواية يعني يرويها سدير الصيرفي. سدير الصيرفي يقول، والرواية موجودة في الكافي الشريف في الجزء الأول، يقول سدير الصيرفي: كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذ خرج إلينا وهو مغضب. يعني هم جالسين بالمجلس، سدير وأبو بصير ويحيى البزاز أصحاب الإمام سلام الله عليه، جالسين في المجلس العام، يعني الإمام عند البيت هو الخاص وعند مجلس عام يعني يدخله عامة الناس. فخرج الإمام إلى المجلس وهو مغضب. الإمام كان يعني تلوح عليه بوادر الغضب وهو مغضب. فقال الإمام: يا عجبا، الإمام الصادق، يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب وما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لقد هممت بضرب جاريتي فلانة. الإمام يقول هكذا: لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني، فما علمت في أي بيوت الدار هي. الإمام الصادق خرج إلى المجلس واللي في عامة الناس وفي أصحابه، خرج مغضب، ويقول الإمام سلام الله عليه أنه هم بضرب جارية ولا يعلم في أي غرفة هي هذه الجارية، فكيف يزعمون أننا نعلم الغيب؟ يعني الإمام يريد يعطي إشارة أنهم لا يعلمون الغيب في مجلسه العام. التفتوا جيدا، في مجلسه العام، التفتوا جيدا، باعتبار أن قضية الجارية، باعتبار أن قضية الجارية أيها الأحبة، يعني هذا أمر الإمام يعني يعلمه، وهذا علم مما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل البيت، وهذه إمكانيات أهل البيت الله سبحانه وتعالى حباهم بها، يعلمون ما كان ويكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى أن تقوم الساعة، وأيضا كما أشرنا في الرواية عن أبي بصير يعني الشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. فهذا أمر بسيط جدا يعني يعلمه الإمام، لكننا نجد أن كثيرا من الناس، وهذا قلنا أنه هم المحسودون الذين يحسدونهم الناس على ما أتاهم الله من فضله، مع أنه أيضا قد يأتيني واحد، قبل أن يعني أنتقل إلى النقطة الأخرى، قد يأتينا واحد أيها الأحبة يقول مثلا نفس هذه الآية، الرواية اللي كنا نقرأها في الكافي الشريف، يجي يقتطع مقطع من هذه ويقول هذا المقطع على سبيل المثال من الرواية، يقول الإمام الصادق يعني خرج غضبان مغضب وقال: يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني، فما علمت في أي بيوت الدار هي. يعني يقول لك أنت شلون تقولون عن أهل البيت يعلمون كثير من الغيب ويعلمون ما كان ويكون وما هو كان إلى يوم القيامة؟ طيب هذا إمامكم الصادق يقول أنا لا أعلم جاريتي في أي يعني بيت من بيوت الدار هي. هذا اللي يقتطع هذا المقطع ويأتي به ولا يقرأ كل الكلام، يعني واضح هذا الكلام في المجلس العام كان مبني على التقية، باعتبار أن عيون الظلمة كانوا موجودين في المجلس العام، والإمام الصادق يريد يوصل لهم رسالة إن كانوا يتربصون به. هذا هو، لأنه كان الإمام يقول نحن عندنا هذه العلوم، يقتلون الإمام الصادق، يعتبره هو يعني مغال، لأن لا يعترفون به إمام. هو لو اعترفوا به إمام منصوب من الله سبحانه وتعالى لانتهت القضية.
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء